مظبوط. طب انا هقول لك على حاجه لسه كنت بقولها برضو المطر، مفيش نادي في مصر استفاد من مبادره السيد الرئيس في مليون سنه صح. يعني انت بتتكلم على التقزم، بتتكلم على الانيميا، بتتكلم على العلاج ده كله، ده كله يستفيد منها في الناشئين. يعني انت لازم تطلع ناشئين على اعلى مستوى من الصحه، اللي هو بقى ايه، معد نفسيا كويس، قضيت على الانيميا، قضيت على التقزم عنده، قضيت على الاجهاد عن كل ده، لازم دي تخش الانديه وتبدا تتكلم مع الناشئين فيها وتبدا تجهزها ده فيها. ده ده مشوار طويل، وموضوع كبير جدا الناس. انت عشان توصل للاعب بقى اللي حضرتك بتتكلم عنه، اللي هو ايه، ما يحسش باجهاد مجرد ان هو لاعب ماتشات مؤهل ماتشي. لان انت ما احنا مش احنا مش بنلعب هنا مع بعض، هو القصه مش قصه دوري، انت بتقابل منتخبات تانية مؤهله ومجهزه فعلا بدنيا ونفسيا. فرق سرعات وفرق تجهيز وفرق حاله نفسيه وفرق ازاي. يعني هو الميزه عند النادي الاهلي زي ما بيقولوا صحيح حسام كده، الايه، انه بيفضل مستمر في الدفع لحد اخر ثانيه، ان هو خلاص بقى تفكيره المباراه مش هتنتهي الا مع صفاره الحكم، حتى لو فاضل ثانيه، فبيبدا يضغط اكتر ويبدا ينوع لعبه اكتر، فبتيجي كوره، لان احنا بنقول الجون بيجي في ثانيه. دي فكر احنا شفناه في بطوله العرب مع قطر، جاب الجون في الدقيقه 90، مع برضو الجزائر. يعني ايه، امثله كتير قوي، امثله كتير، لكن نفسيا وبدنيا لازم اللاعب يبقى عنده ايمان بكده، ان انا الكوره طالما هي في الملعب وفاضل ثانيه يبقى لازم العب عليها، ان هي ممكن تبقى ديت الجون اللي فاضل.